خبز محشي بحجم عائلي من أروع ما يكون، راح يعجب وليداتك ويعاود يدومونديها عليك المسيو. تبعي معايا. عندي 600 غرام فارينة ضفت عليها مغرفة معمرة مليح ملح، ونص مغرف كبيرة سكر عادي، ومغرف كبيرة حليب بودرة. راح نخلط هذه المكونات مع بعض، ومن بعد راح نضيف عليهم مغرف كبيرة تكون معمرة مليح خميرة فورية ولا خميرة الخبز. نزيد نخلطهم شوية، ومن بعد راح نضيف نص كاس تاع زيت زيتون أو زيت عادي. ندخل هذيك الزيت في الفارينة، من بعد راح نضيف كأس مملوء جيدا من الماء الدافي اللي يرفد 220 ملليلتر، ونزيد كأس إلى ربع دائما من الماء الدافي، يعني عملنا كأس مملوء جيدا والكأس الثاني كأس غربة. راح نخلط الكل مع بعض، راح نتحصلوا على عجينة طرية وتلصق في اليد. راح نرش طاولة العمل بالفارينة، ونجيب العجينة تاعي ونبدأ نعجن فيها. عجنيها مدة 5 دقائق لا أكثر حتى تحصلي على عجينة طرية وملسة. نلوز العجينة تاعي وندهن الريسيبيون بشوية زيت، ونحطها وندهنها تاني شوية من الفوق باش ما تعملش القشرة، ونغطيها بالبابي فيلم ونزيد طرشونة ونخليها في مكان دافئ حتى يضاعف حجمها. وفي هذا الوقت نروح نحضروا الحشو مع بعض. في مقلاة فوق نار تكون متوسطة حطيت شوية تاع الزيت، ونضيف حبة تاع بصل تكون كبيرة مقطعة مربعات صغيرة، نخليها تتقلى على خاطرها وتدبال. من بعد راح نضيف حبيبة تاع فلفل تكون مقطعة هي تانيك صغير، ونزيد نخلي الفلفلة تاعي تتقلى. من بعد راح نضيف هنايا شوية تاع لافيون داشي، انا هنا عندي غير شوية قيس 50 ملف، كيما تقدروا تتخلاو عليها وتعوضوها بشوية تاع الخضرة. راح نخلي هذاك لافيون داشي تاعي يتقلى، ومن بعد راح نجي هنايا ونضيف حبيبة تاع طوماطيش اللي تكون كبيرة مسكرفجة، ونضيف عليها هذا المكعب تاع فلفل عكري ولا فلفل دريس صنع منزلي. والبنات اذا كنتم مهتمين راح نعمل لكم الوصفه تاعو، خليوا لي اكيد في التعليقات. نخلطهم شويه، ومن بعد راح نضيف لي زيبيس، ونزيد لي زيبيس عندي ملح شويه راس الحانوت وفلفل كحل والقليل تاع الكركم. نسكرفج معاهم فص ثوم، ونخلط الكل مع بعض، وراح نقص عليه النار ونغطيه ونخليه يطيب على خاطرو حتى ينشف من هذاك الماء اللي فيه. بعد ما وجد الحشو تاعي ونشف من هذاك الماء كامل اللي طلقو، راح نخليه بجي حتى يبرد، ونرجع للعجينه تاعي بعد ما تضاعف حجمها. راح هنايا نديغازيها ونهبطها من هذاك الريسيبيون، ونحطها فوق طاوله العمل ونقسمها على 2 بهذا الشكل. تبقى تجي من التحت وتبقى تجينا من الفوق. راح نرش طاوله العمل تاعي ونحل الطبقه الاولى بالفارينه، لانها العجينه تاعكم طريه وما تقدروش تخدموها بلا فارينه. نزيد نرش شويه فارينه على العجينه هكذا باش نقدر نروليها في الرولو، ونحطها في سنيوه. نتخلص من هذاك الزائد كامل، ونتقب العجينة تاعي بالفرشيطة، ومن بعد رايحة نوزع الحشو تاعي على كامل الوجه، وأكيد الحشو تاعكم يكون بارد. نزيد نفتح العجينة المتبقية لي بنفس الطريقة، ونغطي الحشو تاعي بهذا الشكل، ونغلقو مليح على الأطراف، ونتخلص تانيك من هادوك الزوائد. ومن بعد راح نجي هنايا غير بصباعتي ونطراسي هذاك الخبز تاعي هكذا باش نخرجوا كامل الهواء اللي فيه، يعني بلا ما نتقبوه. وهذوك الزوائد البنات تزيدوا تحطوهم في كيس بلاستيكي وتخليهم يخمروا وتزيدوا تشكلوهم. من بعد راح نجيب صفار حبه بيض درت فيها شويه تاع قهوه، وراح ندهن بها كامل الوجه تاع الخبز تاعي. في الاخير راح نزينو بنص حبيبه تاع زيتون اخضر، ونرش عليه شويه تاع جلجلان وسانوج، وندخله مباشره للفرن يكون مسخن مسبقا على 200 درجه، والفرن تاعي يكون شاعل من التحت ومن الفوق. بعد ما طاب الخبز تاعي وجد، شوفوا البنات كيفاش يجي خفيف، صدقوني تاكلوا وما تشبعوش من الخفه تاعو، يجي بزاف خفيف وهتشيش يجي قطني. نخليه يبرد شويه ونقطعو. والعجينه اللي تبقات لي عملتها سوفلي، وكان هذا هو الخبز تاعنا، يجي غراف بلي. نتمنى انكم تجربوه، وما تنساوش تخليوا لي جام واكيد رايكم في التعليقات. واستنوني في فيديو جديده، والسلام عليكم.